الوقت قاسي وانت يا عبد السلام هندي وعمرك راح وسط المملكة وموظف ومسكين وتحب النظام وما عندك إلا السيكل اللي تملكه وهم حاجة فيك ما تاكل حرام اللي تحسن فيه الشبهة تتركه يتيم وتصلي الفجر خلف الإمام وابوك مات ببور ما في معركة وان قلت كيف الحاجة وابني تمام مرتاح لذا المسلك اللي يسلكه أقصى طموحه يوم في البيت الحرام يقضي بها فرضه ويقضي منسكه وحنا نحب النوم ونحب الكلام النفط خلانا قليلين بركه ما عندنا غير السوالف في الدوام فلان ما بخير وفلان اتنكه ما ندري ان عيون ربي ما تنام سبحانه اللي كل شينا يدركه قلوبنا اكبر منك يا بيض النعام واخبارنا وافكارنا مستهلكه نهتم في التجار كل الاهتمام اللي تفرنك بالدراهم فرنكه ما نحترم من يستحق الاحترام كل يخاف من الفقر لا يفرقه ولو الفقر يذبح ذبح عبد السلام ما عنده الا السيكل اللي يملك ولو الفقر يذبح ذبح عبد السلام ما عنده الا السيكل اللي يملك